العطية حكمها مثل الورث للذكر مثل الأنثى؟ تلك مسألة يا أخ محمد فيها بعض الاختلاف بين العلماء، هل يسوى بين الرجل والمرأة في الهبة أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وأختار رأيا وسطا في هذا، أن الهبات الصغيرة يعني الرجل يعطي ابنه مثلا 100 جنيه لا يعطي البنت 50، لكن إذا أعطي الولد 100 ألف وهذه من التركة كبيرة، وأعطى البنت 50 ألفا باعتبارها تقوم مقام الميراث، فأرى أن ذلك الأنسب والله أعلم.